and a data scientist and apartment team. صعب الويس مهندس معماري عالم بيانات مهتم في المجال هذا من تقريبا 6 سنوات. كان عندي فكرة وكنت حاب اني اطرحها على المبرمجين عن طريقة تنفيذها. الدافع اللي خلاني اشارك في الارتاثون هو اهتمامي في مجال البيانات واهتمامي في طريقة كيف ان المشين ممكن تسوي اعمال فنية. الهدف كانت اشوفها فرصة انه الواحد يتعلم ويشارك الخبرة في المجال، خصوصا انها فكرة جديدة ما بين الارت والمشين ليرنينج. كثير منهم شاف الفكرة انها صعبة الين ما لقيت الفريق اللي هو يقدر يطورها. مشروعنا فيه دمج الاساليب العمارة في المملكة العربية السعودية، استخدمنا فيه خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدمج اساليب العمارة، وايضا لاضافة زخارف من قارات العالم عشان ندمج فيه الثقافات مع المملكة العربية السعودية. في البداية كانت في بعض الصعوبات، بعدين الحمد لله بدينا نتكلم لغة واحدة نفهمها احنا الاثنين كمشين ليرنينج انجينير والارتست. اخذنا رموز معمارية من حول المملكة، كونت في صورة، اضفنا عليها طبقة من فن الابستراكت على نفس الصورة، بعدين اخذنا هذه الصورة واضفنا عليها ابستراكت من جميع قارات العالم. الارتاثون في فترة يومين او 3 ايام، في فترة قصيرة خلاني اتعرف على طرق جديدة في معالجة الصور وطرق جديدة وخوارزميات جديدة، يعني اختصر لي وقت طويل في التعلم، وهذا بالنسبة لي هو اهم جزء في الارتاثون. الجائزة كل احد يعني اكيد انه وده يرغب بالجائزة، بس ما كانت هي السبب، ولكن تدري انه في جوائز اصلا لما سجلت. ان شاء الله حليفنا الفوز، وكانت ولكن الخبرة والاكسبيرينس اللي اخذناها هنا هي يعني اكبر جائزة ان شاء الله.